في اسعاد، في مناطق تختلف. شرق عمان غير عن غرب عمان، والمحافظات غير عن عمان. طبعا الغربية أكثر من الشرقية بكثير، يعني في تفاوت بشكل عام، في تفاوت. الشرقية خدماتها تعبانة، الغربية بيرفكت. المحافظات تقدر، يعني أنا مش سكان المحافظات ما بقدر أحكم لك، لكن أنا شايف العقبة كثير ممتازة. المحافظات الثانية ما بعرف. طبعا الشرقية غير الغربية أكيد، هذا الحكي. لا محافظات ما عندي اطلاع، بس انه اكيد يعني هي منطقه، كل منطقه لها درجه يعني. لا طبعا، لا ما في عداله في مناطق الشرقيه بتختلف عن الغربيه، شغله طبيعيه. يعني انت روح على الشرقيه وشوف الخدمات اللي فيها، وشو على الغربيه على عبدون على المناطق، شوف الخدمات اللي فيها، اكيد بتختلف. كلها عادله، والناس كلها هات هات هات. لو في ناس بتقدم ما بيحكوش، بس كله هات 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 هات. يعني في عدل، في عدل ومية في المية، واللي بقول له غير هيك ما تردش عليه عمي. لا مش كل نفس الخدمة، لا في مناطق بتختلف، يعني في مناطق فيها خدمة وفيها عدالة، بس في مناطق ثانية ما فيها خدمة ما فيها عدل. في مناطق لها تمييز ومناطق لا. في عندك مناطق بيصلوها السيارات، وفي عندك مناطق مطقعين للنقل. جد مش مزح، أنا مراقب خطوط، يعني مش إنه يعني هاي. وأنا شوف واحد سيارته تعبانه بخلفه، وغاد ما حدا بخالفه، وصارت زي لبنان عمان الغربيه. هون بالبلد بيجوا على مسخم زي الاردن، زي هون زي سقف السيل، على اللي ببيع بتربد يترزق الله بليرتين مصاري بيجوا بحملوا له اياهن الامانه. والله ما هي عادله، يعني هلقيت خلينا نجي للمياه، في مناطق باللبن وبتكسر الماسوره وبتبيع منها، ما بتدفع فواتير. عندنا بعمان بدفع فواتير صح ولا لا؟ والخدمات برضو ضعيفة في المناطق النائية، في عمان أكثر من اللي حواليها، في ناس أقل حظا لازم يأخذوا خدمات نفس العاصمة، لكننا كلنا عرق واحد.